بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. ففي الدرس الماضي انتهينا من عد الأحوال الأربعين للورثة، ونشرع بإذن الله تعالى في الكلام على أهل التعصيب. فيقول رحمه الله تعالى: وأما ذو التعصيب فالابن له حال واحدة، فيأخذ التركة أو باقيها بعد أصحاب الفروض، إما أن ينفرد الابن، والابن عصبة، والكلام الآن كله في العصبات. الابن إما أن ينفرد فيأخذ التركة كلها، وإما أن يوجد مع الابن صاحب فرض فنعطي صاحب الفرض فرضه والباقي للابن. صورة ذلك: مات زيد وترك ابنا وزوجة وأما، فإن الزوجة ترث الثمن، والأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. في المسألة سدس وثمن، فأصلها من 24. الأم لها السدس 4، كم باقي؟ أصل المسألة من كم؟ 24. الأم لها السدس 4، كم باقي؟ بقي 20. الزوجة نصيبها الثمن، ثمن 24 كم؟ 3. كم باقي؟ كم؟ باقي 17، هذا نصيب الابن. واضح؟ قال: فالابن له حال واحدة، فيأخذ التركة أو باقيها بعد أصحاب الفروض. وابن الابن له حالتان: الأولى الحجب، من الذي يحجب ابن الابن؟ الابن. واضح؟ أو ابن أعلى منه، مثلا ابن 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 ابن، يحجبه ابن ابن. فابن الابن الأعلى يحجب ابن 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 أنزل. تمام؟ قال: الأولى الحجب بالابن وبابن الابن الأعلى وبالاستغراق. إيش معنى الاستغراق؟ يعني أن أصحاب الفروض أخذوا التركة كلها فلم يبقى شيء. أصحاب الفروض أخذوا التركة كلها فلم يبقى شيء. ما مثاله؟ مات شخص عن بنتين، اكتب عندك، مات شخص عن بنتين، وأب وأم وزوجة وابن ابن. مات شخص عن بنتين، نحلها في السبورة. مات شخص عن بنتين وأب وأم، وإيش قلنا؟ وزوجة، وإيش قلنا؟ ابن ابن. نحن درسنا الآن، درسنا الآن عن ابن الابن. البنتين كم؟ ثلثان. شوف هكذا تكتب الاثنين، ها؟ هذه الطريقة، تمام؟ وهكذا تكتب الثلاثة، تمام؟ سدس هكذا الستة، سدس الزوجة 8، ابن ابن هذا عصبة. لكن انظر التركة، يبقى شيء أو لا يبقى شيء؟ انظر كم أصل المسألة، 24، هنا 16، وهنا 4، هنا 4، هنا 3، احسب يبقى شيء. 16 و4 20، و4 24، صح؟ خلاص عالت. 3 27 عالت. إذن هذا لا يبقى له شيء، خلاص
لو كان في باقي سيرث، لكن ما بقي، استغرقت الفروض التركة. فهمتم؟ هذا معنى قولي والاستغراق. الثانية التعصيب. التعصيب متى يعصب؟ إذا لم يحجب. إذا لم يحجب. إذن عندنا الابن عرفنا حاله، ابن الابن عرفنا حاله، الأب كم له حالات؟ ثلاث حالات درسناها، إما أن يرث السدس فقط، وإما أن يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، وإما أن يرث بالتعصيب فقط. والجد كذلك له أربع حالات، إما أن يرث السدس فقط، أو يرث بالتعصيب، أو يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. صح؟ صح، جميل. أو أنه يحجب، هذه الحالة الرابعة. قال والأخ الشقيق له ثلاثة أحوال. شوف الأخ الشقيق له أحوال كم؟ أولا هنا لما قال قبل ذلك بالاستغراق كتبت المثال على السبورة، هل كتبتم المثال في الكتاب أو لا؟ كتبتم؟ أحسنتم، اكتبوا، بعد ذلك ستبحثون عن مثال. والأخ الشقيق له أحوال ثلاثة. الأولى الحجب. من الذي يحجب الأخ الشقيق؟ الابن، ابن الابن، الأب. واضح؟ الجد. هل يحجب الأخ الشقيق أو لا؟ لا يحجبه. تمام؟ قال الحجب بالابن وابن الابن والأب وبالاستغراق. لو جريت على القاعدة الأخ الشقيق يصور، لكن مذهب الشافعية أنها أنهم يتشاركون. واضح ولا لا؟ بالتالي الاثنين يكون نصيب الإخوة لأم والأخ الشقيق. كم عدد رؤوسهم؟ ثلاثة. هل الاثنين تقسم على الثلاثة؟ واضح لكم؟ هل الاثنين تقسم على الثلاثة؟ لا، نقول ثلاثة مضروبا في ستة كم؟ ثمانية عشر. ثمانية عشر، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة. صح. أربعة للأخوين لأم واثنان للأخ الشقيق. هذه المسألة المشتركة. قال لك في الرحبية وإن تجد زوجا، وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم، وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال. استغرقوا المال، أخذوا المال كله بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، اجعلهم كلهم لأم، واجعل أباهم حجرا في اليم. فهمتم؟ طيب. قال هنا والمسألة المشركة هي زوج وأم أو جدة، أم أو جدة، يعني قد تكون أم وقد بدل الأم تكون جدة، وأخوان لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، فلا يسقط الشقيق فيها، بل يشارك الإخوة للأم في الثلث، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. لو كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب يسقط، لو كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب يسقط. فهمتم؟ لو كان بدل الأخ لأم، هنا اثنان صح؟ واحد من الإخوة لأم، نعدل لكم هنا، أخ لأم وأخ شقيق، كم سيكون نصيب الأخ لأم؟ سدس. صح؟ أصل المسألة من كم؟ من ستة، واحد للأم، ثلاثة للزوج، واحد للأخ الشقيق، الأخ أو واحد للأخ لأم، الأخ الشقيق عصبة واحد. فهمتم؟ واضح؟ إن شاء الله. نعم. قال والأخ من الأب له حالتان. الأخ من الأب له حالتان. الحالة الأولى الحجب،
من الذي يحجب الأخ لأب؟ الابن، ابن الابن، الأب، الأخ الشقيق. الأخت الشقيقة إذا عصبت بالبنت أو بنت الابن، صح؟ قالوا بالاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ أن أصحاب الفروض أخذوا التركة كلها. الحالة الثانية التعصيب عند عدم الحجب، وابن الأخ والعم وابن العم لهم حالتان أيضا، الحالة الأولى الحجب والحالة الثانية التعصيب. من يحجب؟ ابن الأخ، الابن يحجبه، ابن الابن يحجبه، الأب يحجبه، الجد يحجبه، صح؟ الإخوة الأشقاء يحجبونه، الأخوات الشقيقات يحجبونه إذا عصبنا، صح؟ قال هنا الحجب بمن سبقه من العصبة، والأخت الشقيقة معصبة مع بنت أو بنت ابن، والأخت لأب معصبة مع بنت أو بنت ابن. وبالاستغراق، أي إذا استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط. الحالة الثانية التعصيب عند عدم الحجب، فيحوز جميع التركة إن لم يكن معه صاحب فرض، ويحوز باقي التركة إن كان معه ذو فرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. هذا واضح. قال والمعتق والمعتقة أيضا له حالتان، الحالة الأولى التعصيب عند عدم وجود العصبة النسبية، ما في أحد من العصبة النسبية يكون هو العصبة. الحالة الثانية الحجب عند وجود واحد من العصبة النسبية. أظن هذا أصبح واضحا لكم. الخاتمة، قال أصول المسائل، هذا بيان كيف تصنع أصل المسألة. أين أصل المسألة؟ هذا أصل المسألة، هذا أصل المسألة. كيف تصنع أصل المسألة؟ واضح؟ قال أصول المسائل هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروض المسألة بلا كسور، بلا كسر. هذا تعريف أصل المسألة. وأصول المسائل سبعة، أصول المسائل سبعة. هنالك أصلان أضيفا لكن نتركهما إلى المطولات، تمام؟ المشهور أنها كم؟ أنها سبعة. حمك الله. أصول المسائل سبعة هي الاثنين، الثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، 12، 24. اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، 12، 24. هذه أصول المسائل. اثنان ما مثالها؟ مات عن بنت وأخت شقيقة، كم نصيب البنت؟ النصف، والأخت الشقيقة عصبة. أصل المسألة من كم؟ من اثنين، البنت واحد، أخت الشقيقة واحد. هنا مات وترك أم وعم مثلا، واضح؟ الأم الثلث، أصل المسألة من ثلاثة، واحد للأم، اثنين للعم. ماتت وتركت زوجا وابن، ربع للزوج والابن عصبة، أصل المسألة من أربعة. ماتت وتركت أم وابن، الأم
سدس الابن عصبة، عصبة سلم ستة. مات الزوج وترك زوجة وابن، للزوجة الثمن والابن عصبة، عصبة سلم ثمانية، صح؟ ماتت المرأة وتركت زوجا وأم وابن، الزوج له الربع والأم السدس والابن عصبة، كم أصل المسألة؟ 12، صح؟ 4 2، واضح يا شيوخ ولا لا؟ ها؟ وهنا هكذا ربع، لا ربع للزوج صح؟ ربع وجود الفرع الوارث والأم سدس، طيب أصل مثلا ربع، ربع ثلاثة، وهنا 2 وهنا 7 هكذا، واضح؟ طيب 24 مات وترك أم وأب، زوجة، ابن، بنت، سدس، سدس ثمن عصبة، سدس ثمن 24، 4 4 3، كم يبقى؟ 11، باقي 13. إذن أصل المسألة إما 2 إما 3 إما 4 إما 6 إما 8 إما 12 إما 24. هنالك أصلان أضيفا هما 18 36، لكن هذا في المطولات ليس الآن، جيد؟ فقال هنا أصول المسائل هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وهي 7 2 3 4 6 8 12 24، جيد، واثنتا عشرة وأربعة وعشرون، نعم. قال والتأصيل، ما هو التأصيل؟ هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وتنقسم مواريث، وتنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها إلى نوعين. شوف الآن أمسح هذا، أظن لا تحتاجون إليه. انتبه معي، مسائل المواريث تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ألا يوجد في المسألة صاحب فرض، ما في صاحب فرض، يعني إيش بيكونوا؟ إيش بيكونوا؟ كلهم عصبات، ما في صاحب فرض، صح؟ هنا الحالة الثانية أن يوجد صاحب فرض فأكثر، يعني صاحب فرض أو صاحب فرض أو أصحاب فروض، تمام؟ طيب إذا كان لا يوجد في المسألة صاحب فرض فهذه لها 3 حالات، كم لها حالات؟ 3. انظر ماذا قال، قال وتنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها إلى نوعين، الأول ألا نفي يكون في المسألة فرض بأن كان الورثة كلهم عصبة، فلهم 3 حالات، الأولى أن يكون الوارث واحدا فقط، مات زيد وترك ابنا، التركة كلها للابن، مات زيد وترك أبا، التركة كلها للأب، واضح؟ قال فالتركة كلها لهذا الواحد. ثانية أن يكونوا جميعا من الذكور، أن يكونوا جميعا من الذكور، صورة المسألة مات زيد وترك ابنين،
أصل المسألة من كم؟ من اثنين. مات زيد وترك 7 أبناء، أصل المسألة من كم؟ ها؟ 7 أبناء فقط. أصل المسألة من كم؟ من 7، تقسم على 7. مات زيد وترك 6 أعمام، 6 أعمام، أصل المسألة من كم؟ من 6، واضح؟ قال الثانية أن يكونوا جميعا من الذكور، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم. الثالثة أن يكونوا ذكورا وإناثا. كيف يعني؟ مات زيد وترك ابنا وبنتين، ذكورا وإناثا. مات زيد وترك ابنا وبنتين، أصل المسألة من كم؟ من 4. قال الثالثة أن يكونوا ذكورا وإناثا، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم بجعل الذكر عن أنثيين، واضح؟ قال هنا ما عدا الإخوة لأم، هذا لا نحتاج إليه، لأن الكلام هنا في العصبات، الإخوة لأم أصحاب الفروض، هذا لا حاجة إليه، ما عدا الإخوة لأم هذا لا حاجة إليه. الكلام هنا في القسم هذا، شوف إيش القسم هذا، ألا يوجد صاحب فرض، الإخوة لأم أصحاب فرض، هذا لا حاجة إليه. القسم الثاني ما هو؟ أن يكون في المسألة فرض، وهو قسمان، إما أن يوجد في المسألة فرض واحد فقط، فرض واحد فقط، وهذا ضربت الآن له 7 أمثلة، صح ولا لا؟ 7 صح. قلنا مات عن بنت وأخت شقيقة، ما صاحب الفرض؟ البنت. أصل المسألة من كم؟ من 2 صح. قلنا ماتت المرأة وتركت زوجا وابنا، زوجا وابنا، كم أصل المسألة؟ ها؟ 4. لماذا؟ من مقام الزوج، من مقام الزوج. درستم الرياضيات أو لا؟ هذا إيش؟ ربع. هذا الذي في الأعلى ماذا يسمى بلغتكم؟ ماذا يسمى؟ ما درستم حتى في لغتكم؟ ما درستم؟ ها؟ وهذا ماذا يسمى؟ تعرفون بالعربية هذا ماذا يسمى وهذا ماذا يسمى ولا؟ مشكلة. هذا يسمى بسط، 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 وهذا يسمى مقام، مقام، واضح ولا لا؟ هذا ماذا يسمى؟ بسط، وهذا ماذا يسمى؟ مقام. فأنا عندما أقول لك ماتت امرأة وتركت زوجا وابن، نصيب الزوج كم؟ 1/4. أصل المسألة من مقام صاحب الفرض، مقام صاحب الفرض تجعله هنا، الزوج له 1/4، الابن الباقي. مات الزوج وترك زوجة وابن، كم نصيب الزوجة؟ ها؟ 1/3. كم سيكون أصل المسألة؟ 8. من أين أتت 8؟ مقام صاحب الفرض، هذا معنى مقام. الذي في الأسفل يسمى مقام، والذي في الأعلى يسمى ماذا؟ بسط. فهمتم عليا؟ طيب، هنا قال الثاني أن يكون في المسألة فرض، وهو قسمان. الأول أن يكون فيها فرض واحد، كما المثال الذي أمامك على السبورة، فرض واحد، 1/4 للزوج، 1/3 للزوجة، فرض واحد. قال فأصل المسألة هو مقام الفرض، خذ مقام الفرض حطه أصل المسألة، فرض واحد. الحالة الثانية أن يكون في المسألة أكثر من فرض، هذا يحتاج منك إلى صفاء ذهن، انتبه، هو سهل، هو سهل لكن ركز شوية، واضح؟ أن يكون فيها أكثر من فرض، فإنك تنظر بالنسب الأربع،
المماثلة، المداخلة، الموافقة، المباينة. تمام؟ نمسح هذا. انتبه معي، ماتت امرأة وتركت زوجا وأخت شقيقة، كم ميراث الزوج؟ ها؟ النصف. كم ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف. كم أصل المسألة؟ اثنين. لماذا قلتم من اثنين؟ هذا المقام وهذا المقام تنظر بينهما، ما العلاقة بينهما؟ مماثلة، هذا وهذا متماثلان، إذن هنا العلاقة مماثلة، فإذا كانت العلاقة مماثلة تأخذ واحدا منهما ثم تقسم. جيد أو لا؟ فهمتم؟ جميل. ماتت امرأة وتركت زوجا وبنت، تركت زوجا وبنت، كم نصيب الزوج؟ ربع. كم نصيب البنت؟ النصف. ما العلاقة بينهما؟ ها؟ المداخلة. ما معنى المداخلة؟ يعني الاثنين هذه لو ضاعفتها، اثنين زائد اثنين كم يصير؟ فتدخل الاثنين تحت الأربعة. واضح؟ إذن اثنين وأربعة، اثنين وأربعة ما بينهما؟ مداخلة، لأن الأربعة عبارة عن مضاعف للاثنين. اثنين وستة ما بينهما؟ مداخلة، اثنين زائد اثنين زائد اثنين ستة. اثنين وثمانية ما بينهما؟ مداخلة. واضح؟ طيب ثلاثة تسعة مثلا مداخلة، طيب ثلاثة وستة مداخلة. فهمتم؟ ما معنى مداخلة؟ أن هذا العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر. إذا كان بينهما مداخلة مثل هنا، تأخذ ماذا؟ الأصغر أو الأكبر؟ الأكبر. خذ الأربعة، هنا واحد للزوج وهنا اثنين للبنت، صح؟ وبعدين في رد تأخذ البنت. إذن هذا إيش؟ مداخلة. واضح يا شيخ ولا لا؟ الآن أخذنا نسبتين، المماثلة والمداخلة، إيش باقي معنا؟ ها؟ قبل المباينة إيش؟ ها؟ موافقة. مثالها هالك عن زوج وبنت وأم، الزوج كم نصيبه؟ ربع. تمام؟ والبنت نصف، نصف، والأم سدس. جميل. ما العلاقة بين الستة والأربعة؟ طبعا بين الأربعة والاثنين مداخلة، خلاص تنظر بين الأربعة والاثنين مداخلة تأخذ الأكبر على القاعدة، صح؟ طيب بين الأربعة والستة إيش؟ هل بينهم موافقة؟ بين الأربعة والستة موافقة؟ موافقة؟ شوف الموافقة كيف؟ عفوا مماثلة، هل بينهم مماثلة؟ لا. هل بينهم مداخلة؟ لا، بينهم موافقة. واضح؟ إيش معنى موافقة؟ إيش معنى موافقة؟ يتوافقان في جزء ما. خذ هنا الأربعة، خذ هنا الستة. أسألك سؤالا، الأربعة لها ربع أو لا؟ لها ربع أو لا؟ كم ربعها؟ واحد. الستة هل لها ربع صحيح؟ لها ربع صحيح. لا يتوافقان في الربع، لا يتوافقان في الربع. الستة لها ثلث؟
كم ثلث الستة؟ اثنان. الأربعة لها ثلث؟ لا ليس لها ثلث، صح؟ لا يتوافقان في الثلث. الأربعة لها نصف؟ كم نصفها؟ اثنان. الستة لها نصف؟ لها نصف. كم نصفها؟ ثلاثة. يتوافقان في النصف، هذا له نصف، هذا له نصف، يتوافقان في النصف. كيف تفعل؟ إما تضرب هذا بهذا، وإما تضرب هذا بهذا، سيكون الناتج واحد. ثلاثة في أربعة كم؟ 12. ستة في اثنين كم؟ 12. 12 ثلاثة، هنا كم؟ ستة، وهنا كم؟ اثنان. واضح ولا؟ فهمتم؟ هذا إيش من علاقة هنا؟ عفوا، هذا إيش من علاقة هنا؟ ها؟ هذه علاقة موافقة، هذه علاقة موافقة. الموافقة في ماذا؟ هل في الربع؟ هل في الثلث؟ لا، الموافقة في النصف. إذن هذا مثال موافقة. ونفس الكلام مثلا تقوله بين الستة والثمانية. الستة هذه لها سدس؟ ستة لها سدس هنا؟ لها سدس، صح؟ الثمانية لها سدس؟ لا. الثمانية لها ثمن؟ الستة لها ثمن؟ لا، ما في توافق. الستة لها ثلث؟ الثمانية؟ لا، صح؟ الستة لها ربع؟ الثمانية لها ربع؟ نعم، إذا ما في توافق كذلك. الستة لها نصف؟ نعم، ثلاثة. الثمانية لها نصف؟ نعم، أربعة. هي اضرب هذا في هذا أو هذا في هذا، 24. هذه تسمى موافقة. هذه تسمى موافقة. التوافق في ماذا؟ في النصف. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ واضح؟ طيب جميل. إذن في المماثلة إيش القاعدة؟ تأخذ واحدا. في المداخلة ماذا تأخذ؟ تأخذ الأكبر، صح؟ في الموافقة إيش تأخذ؟ تأخذ وفق أحدهما وتضربه في العدد الآخر كاملا. أعيد هنا، بين أربعة ستة يتوافقان في ماذا؟ في النصف. خطاب، هذا سهل، سهل جدا هذا. أين هاري؟ لا بأس، طهور إن شاء الله. كان أمس يسأل عن ميراث الحمل. هذا ليس شيء هذا. تمام، بارك الله فيكم. ها، أربعة ستة يتوافقان في ماذا؟ في النصف. كم نصف الأربعة هابيل؟ كم نصف ستة؟ ثلاثة. إيش قال؟ شوف القاعدة، تأخذ وفق أحدهما. أين الوفق؟ هذا الوفق، هذا يسمى وفق، هذا يسمى وفق. أي واحد تأخذ؟ إيش تأخذ؟ إيش نأخذ، الثلاثة أو الاثنين؟ إيش تريدون؟ نأخذ الاثنين. تأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل العدد الآخر. إذن تضرب هذا في هذا، أو تأخذ هذا وتضربه في هذا، أيا شئت. الجواب، الجواب في الحالتين 12. واضح يا شيوخ؟ كم الآن نسب هذه؟ كم نسب هذه؟ يا الله، كم نسب أخذنا؟ ثلاث. كم باقي؟ واحدة. طيب إيش باقي عندنا؟ التباين. هذا سهل التباين. مات وترك زوجة وأما وعم. كم ميراث الزوجة؟ كم ميراث الزوجة؟ ربع. كم ميراث الأم؟ ثلث. والعم؟ عصبة. أحسنتم. أربعة وثلاثة، هل بينهما تماثل؟ هل بينهما تماثل؟ لا. هل بينهما تداخل؟ لا، صح. الأربعة ليست من مضاعفات الثلاثة. هل بينهما توافق؟ لا. إيش بينهم؟
تباين، واضح؟ عندما لا يوجد تماثل ولا يوجد تداخل ولا يوجد توافق، ايش بيبقى؟ تباين. طيب في التباين ماذا نفعل؟ ما القاعدة؟ اضرب هذا كله بهذا كله، اضرب هذا كله المقام هذا كاملا مضروبا في هذا كاملا. 3 × 4 كم؟ ها؟ 12. للزوجة الربع، للأم الثلث، للعم الباقي. فهمتم؟ نقرأ الآن، نقرأ. قال: الثاني أن يكون في المسألة فرض، وهو قسمان. القسم الأول أن يكون فيها فرض واحد فقط، هذه سهلة. قال: فأصل المسألة هو مقام الفرض. والثاني أن يكون فيها أكثر من فرض، فلها طريقتان. الأولى: ينظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، ينظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع. ما هي؟ وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. قال: فالمماثلة هي تساوي، هي تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، 2 2، 3 3، 4 4، واضح؟ تساوي العددان في المقدار، تساوي العددين في المقدار. المداخلة هي انقسام العدد الأكبر على العدد الأصغر بلا كسر، العدد الأكبر ينقسم على العدد الأصغر، مثل 4 × 2، صح؟ 4 ينقسم على 2 أو لا؟ 6 × 3، 8 × 4، صح؟ 12 × 6، صح؟ هذا كله ايش يسمى؟ تداخل، هذا يسمى تداخل. قال: والموافقة اتفاق العددين بجزء من الأجزاء. ايش معنى بجزء من الأجزاء؟ الثلث، الربع، السدس، النصف، هذا. قال: ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر، مثل ايش وايش؟ مثل 4 و6، مثل 6 و8، مثل 8 و12، واضح؟ هذا يسمى توافق. والمباينة ألا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان. فيؤخذ، الآن بعطيك القاعدة، فيؤخذ أحد المتماثلات، شوف في المتماثلات خذ واحدا منهما، فيؤخذ أحد المتماثلات واحد، وأكبر المتداخلات. شوف في التداخل إيش تأخذ؟ الأكبر. ويضرب الوفق في كامل الموافق، يضرب الوفق في كامل الموافق. شوف 4 و6، وفق 4 كم؟ وفق 4 كم؟ 2. وفق 6 كم؟ فتأخذ وفق واحد منهما، خذ وفق 4 2 واضربه في كامل الآخر في 6 12، خذ وفق 6 3 واضربه في كامل الآخر 4 12، ويضرب الوفق في كامل الموافق، والمباين في كامل المباين، 3 في 4 تباين. واضح؟ هذه القاعدة، هذه القاعدة، أرجو أن تحفظوها جيدا مع ممارسة إجابة الأسئلة، هذا يصبح سهلا جدا، مثل ما تشرب هذا الماء. بسم الله، فهمتم؟ لكن أجب، لو أجبت على 100 مسألة في الفرائض 100 مسألة، أنا أضمن لك أن هذا لا تحتاج بعد ذلك أن ترجعه في كتاب، خلاص. لكن أجب على 100 مسألة، تمام. والثانية لها 4 أحوال. الآن في طريقتين، هذه الطريقة اللي أعطيتك إياها سهلة، الثانية هذه يا الله، تمام، ليست صعبة لكن تحتاج إلى حفظ بس. قال: والثانية لها 4 حالات. شوف، أمسح السبورة، تصورون، صور لهم،
خلاص. نحن قلنا الفروض المقدرة في كتاب الله إيش هي؟ ستة. ما هي؟ النصف ونصفه ونصف نصفه، صح؟ هذا النوع الأول. والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، هذا النوع الثاني. هذا النوع الأول، هذا النوع الثاني. شو إيش بيقول؟ والثانية لها أربع أحوال. أحدها أن تجتمع فروض من النوع الأول. إيش معنى من النوع الأول؟ يعني تجتمع في المسألة فروض من هذا النوع. فهمت؟ أن تجتمع فروض من النوع الأول كلها في المسألة. ما هي النوع الأول؟ قال النصف، الربع، الثمن. جيد. شوف، خذ قاعدة، لا يمكن أن يجتمع الربع مع الثمن، لا يمكن. لا يوجد مسألة في الفرائض، لا توجد مسألة في الفرائض فيها ربع وثمن، لا يمكن. اكتبه. لا يمكن أن توجد مسألة في الفرائض فيها ماذا؟ ربع وثمن، لا يمكن. ولا يمكن أن تجتمع هذه الثلاثة كلها في مسألة، لا يمكن. فهمتم؟ هل يمكن أن تجتمع هذه الثلاثة في مسألة واحدة؟ لا يمكن. لكن لو سألتك هل ممكن أن يجتمع الربع والنصف؟ ممكن. نعم. ماتت امرأة وتركت زوجا وبنت، صح؟ جميل. هل ممكن يجتمع نصف ونصف؟ ممكن. نعم. ماتت امرأة وتركت زوجا وأخت شقيقة، صح؟ ممكن يجتمع نصف وثمن؟ ممكن. مات رجل وترك بنتا وزوجة، نصف وثمن. لكن تقول لي ربع وثمن؟ لا يمكن. واضح؟ ليش ربع وثمن لا يمكن؟ لأن الربع وثمن نصيب الزوجين، ولا يمكن اجتماع الزوجين في مسألة. واضح؟ ولا يمكن أن تجتمع هذه الثلاثة كلها في مسألة واحدة. اتضح الشيوخ؟ طيب. قال هنا أحدها أن تجتمع فروض من النوع الأول كلها في المسألة، وهي النصف والربع والثمن، أو تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها، وهي الثلثان والثلث والسدس. فأصل المسألة هو أكبر مقام. هذا سهل جدا. إذا مثلا وجدت مسألة من هذه الأنواع، مثلا إيش قلنا؟ مات وترك زوجة وبنت، الزوجة الثمن، البنت النصف. خلاص خذ الأكبر، أصلها من ثمانية. وإذا تريد طريقتنا الأولى تقول اثنين وثمانية بينهما إيش؟ تداخل. نأخذ الأكبر نفسه، ما في فرق. جيد. قال والثانيها أن يجتمع مع فرض النصف فرض أو أكثر من النوع الثاني. فين النصف؟ هذا يجتمع معه إيش؟ فرض أو أكثر من النوع الثاني. واضح؟ النصف من هنا، وإما الثلثان أو الثلث أو السدس. ممكن يجتمع. مثلا ماتت امرأة وتركت زوجا نصف وأختين شقيقتين، ثلثان. ممكن، صح؟ ماتت امرأة مات رجل وترك زوجة وأما، الزوجة كم؟ لا، نحن نريد نصف وثلث. نصف وثلث. ماتت امرأة وتركت زوجا نصف وأخوين لأم،
وأخوين لأم، واضح؟ ثلث. طيب وسدس؟ ممكن، ممكن، نعم. ماتت امرأة وتركت بنتا وأما، البنت النصف والأم السدس. إذن النصف ممكن يجتمع مع الثلثين، ممكن يجتمع مع الثلث، ممكن يجتمع مع السدس. إيش تفعل؟ قال فأصل المسألة ستة، قاعدة. إذا اجتمع النصف مع واحد من هؤلاء أصل المسألة ستة مباشرة، واضح؟ احفظ هذا. قلت لك هذه الطريقة جيدة لكن تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى حفظ. لكن بالطريقة الأولى مباشرة تنظر تماثل، تداخل، توافق، تباين. ثالثها أن يجتمع مع فرض الربع فرض أو أكثر من النوع الثاني. الربع من هنا وفرض أو أكثر من النوع الثاني، أصل المسألة من 12 مباشرة. نريد مثالا، مثال امرأة ماتت وتركت زوج وأم وابن، كم الزوج؟ ربع، شوف ربع من هنا، والأم سدس، سدس من هنا، صح؟ والابن عصبة، كم بيكون أصل المسألة؟ قال 12، خلاص. تريد بالطريقة الأولى تقول 6 و4 بينهم توافق، نأخذ وفق الأربعة 2 مضروبا في 6 12 نفسه. سما سما، واضح؟ قال هنا رابعها أن يجتمع مع فرض الثمن فرضا أو أكثر من النوع الثاني، فأصل المسألة 24. الثمن من هنا ومن هنا، هذا أو هذا أو هذا. مثاله مات رجل وترك زوجة وبنتين، الزوجة لها الثمن، بنتين الثلثان، الثمن هنا والثلثان هنا، أصل المسألة من كم؟ 24. تريد بالطريقة الأولى تقول 3 و8 إيش بينهم؟ تباين، 3 في 8 24، واضح؟ ثم قال ويقال، هذا أتركه في الدرس القادم، يكفيكم اليوم، تمام؟ حياكم الله. بقي عندنا درس واحد إن شاء الله يوم السبت نختم هذا الكتاب، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.